أسعد الله أوقاتكم وحياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرضكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تنطونا آراءكم باللي راح نعرضه أو اللي عندكم من مواضيع تردون تطرحوها على الحلقة للمشاركة والبرنامج. أرقام هواتفنا ظهرت أسفل الشاشة، اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا رسالة على الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب على برنامج الواتساب المخصص لحلقة البرنامج. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفاتنا، وأول ملف ويانا هو ملف الانفلات الأمني والمظاهر اللي دا تنتشر بين فترة وفترة، ومظاهر سيطرة الدولة اللي هي أصلاً ماكو. حالياً بالفترة الأخيرة دا يعيش العراق انهيار أمني كبير وبشكل تصاعدي، ظل استمرار عمليات الاغتيال، اتساع ظاهرة النزاعات العشائرية، اتساع ظاهرة الفوضى الأمنية اللي تغذيها عصابات. هاي العصابات ترتبط ارتباط وثيق ويا الميليشيات، وصار انهيار المشهد الأمني هو حديث الشارع العراقي. ليش؟ لأنه إلى تأثير أساسي ومباشر على حياة المواطن، وصارت مشاهد الهجمات على المنازل من قبل عصابات الجريمة أو عمليات السطو المسلح على البيوت وعلى المحال التجارية مشهد مألوف، وتقريبا ما يمر يوم على العراقيين إذا ما تداولوا بصورة أو فيديو مثل هاي الأحداث. عندنا منطقة جسر ديالة جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد، التقطت لنا كاميرا مراقبة صور إلى لحظة هجوم عصابة على واحد من البيوت. اقتحموا هذا البيت واعتدوا على أصحاب هذا المنزل بالضرب بصورة معبرة عن قانون الغاب اللي دا يعيشه العراقيين بظل غياب المظاهر الأمنية اللي من المفترض أن تكون متواجدة. خلونا نشوف. تشوفون الدنيا ظهر، يعني ساعة، لا مو ظهر، ساعة 10 الصبح، مجموعة طبت، واحد دفر الباب وطبوا، اجى ابو توك توك وقف، راح ابو التوك توك، راح تنعاد لكم الصورة، او بالاحرى مو راح تنعاد، طلعوا الجماعة، طلعوا اثنين او واحد يركض، اجى الثاني ضربه، يعني هذا شكله من ابو البيت او من اهل البيت، هذا دا يضرب من المهاجمين، سيارتين دا تفوت طبيعي ما لها علاقة، الاخ هنا او قاعد يرمي بالهواء، ناس قامت تركض على الموضوع، ابو التوك توك رجع افتر مرت اللخ. انتوا تشوفون انه الدنيا ماشية، ابو السيارة هنا وقف يتفرج، وابو السيارة هنا وقف يتفرج، والحياة طبيعية، واكو بيت انهجم، اكو ناس طبوا على بيت، اكو ناس اعتدوا على 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 اصحاب ملوك، ما اعرف هذا الحال يعني الى متى يظل بالعراق، ما ادري. عادة ترتبط هاي العصابات بالأحزاب المتنفذة والمسؤولين المتنفذين، إضافة إلى المسؤولين والميليشيا وميليشيا الحشد المتورطة بافتعال الخروقات الأمنية ونسبها إلى أو نسب هاي الخروقات إلى داعش بهدف تحقيق مصالح اقتصادية وتهجير سكان منطقة بعينها أو السيطرة على أملاك هذا المواطن أو ذاك. مثلا بديالة اللي تعيش من فترة وضع أمني متردي بسبب هيمنة الميليشيات اللي تسعب بين فترة وفترة إلى إكمال حلقات التهجير الديمغرافي وتغيير الطبيعة الديمغرافية للمحافظة، وتوجد مبررات مصطنعة. قوات أمنية هناك ألقت القبض على منتسبين بميليشيا الحشد، شايلين أسلحة متنوعة، شايلين أعلام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهم طالعين بطريقهم حتى يهجمون على مفرزة أمنية. المدونين والمتابعين للأمر قالوا أنه كل هذا يصير من جرائم بديالة، واللي اختلفت المسميات عليها، واللي اختلفت أيضا الناس اللي قالت من يوقف وراء هاي القضايا، اللي هم عناصر ميليشيا الحشد اللي يتمرون بأوامر من إيران. خلونا نشوف اللحظات الأولى لضبط عناصر الميليشيا لهاي العصابة. فات عنده كتاب تكوين قيادة عجلة بالحشد الشعبي، قال عندي بس 5 جزء، قال عندي بس 5 جزء مال اتصالات،
فهو الكتاب يخول أن يقود العجلة، ما يخول أنه يشيل أجهزة. صعدت على أجهزة اللي على أساس أن أجهزة أول كارتونة لقيت أعلام هيك نظمة مال داع، هاي كلها أعلام مال داع وعتاد وسيفور ومساطر وحاجة. شنو انت ما هي السيارة مالتي قدام بترول الباترول هو وياي يمشي ورا. نعم يلا يا ولد خلال ثانيتين هذان يصيرون هناك يا ولد ابو التصوير. ذول المنتسبين يدعون ان هم تابعين الى جهه، هاي الجهه تدعي انه هي موجوده لحمايه ارواح المواطنين، لحمايه العراق ضد الارهاب، لحمايه الحكومه العراقيه، لحمايه السياده العراقيه، لحمايه السماء العراقي والارض العراقيه والحدود العراقيه وكل شيء. هذول اللي القوا القبض عليهم ذول مو تابعين الى تنظيم، لا تابعين الى جهه رسميه تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة. من المفترض هذا الشيء، يعني هم يقولون هيك، يقولون الحشد يأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة. أنا أدري وأنتم تدرون هذا حكي ماكو، بس بدنا نحكي الرسميات. تخيلوا هاي ناس اللي قاعدة هنا تابعين لهاي الجهة، إذا ذولا دي يخالفون القانون ودي يسوون هذا الشيء، الآخرين إيش دا يسوون؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من محمد أبو الزهراء عبد الزهراء يقول هاي كارثة بالقرآن. طبعا أكيد راح يطلعوهم ويبتلون اللي ألقوا القبض عليهم. عمر الشيخ أبو زعيان يقول واضحة مثل عين الشمس، بس جيب اللي يقدر يحكي ويطلع ويسولف ما لا تله. علي البديوي الشعباني يقول مع الأسف أغلب العمليات الإرهابية التي تنفذ في ديالى وطارمية هي من قبل أناس خارجين عن القانون وتنسب إلى داعش. أنور السيلاوي يجب على الجميع أن يخضع للقانون في السيطرات كان من يكن حتى لا يحصل أي خرق أمني. وكانت هاي تعليقات الناس حول الخروقات الأمنية وعلاقة الميليشيات بالانفلات الأمني اللي بالعراق. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ فهل وحيا الله قناة الراشدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ فهل. إحنا نعرف ميليشيات اللي صارت عندنا من 2003 ولحد الآن، ميليشيات الحشد اللي هي سببها خرب تدمير العراق اللي بالبغداد وبالمحافظات. إحنا نعرف الضباط اللي مسؤولين على الحشد اللي يقولون على الحشد المقدس، وهو غير مقدس لأنه غير شرعي وغير قانوني. يعني ما صار عندنا أي دولة تحكم العراق، فأحزاب تحكمها تفرض سيطرتها عن القانون، عن وزارة الداخلية، عن الأمن، عن كل الأجهزة الأمنية. فما ممكن أن يكون أبناء الحشد هم الأولى المقدمة في حكم العراق. هم بالخراب التدمير في العراق بقيادة ميليشياتهم، بقيادة زعماء سلطة الأحزاب اللي هم دمروا العراق واللي ما يخلون العراق أنه يستقر يصير وضع الأمان، وضع الحياة أنه يعيش المواطن كريمة بسببهم. نشوف هذه يعني الضباط عندهم المنتسبين، يعني من يقوم أعمال إرهابية أو أعمال يعني سطو مسلح أو قتل الدكاترة اللي صار عندنا بديارة أو هاي الأمور اللي قاعدة تصير، هم عندهم يعني ضباط يعني يقولونهم سووا أي شيء، قتلوا سرقوا نهبوا وإحنا وراكم وإحنا نطلعكم. زين استدرج من هيك ضباط من يقولون المنتسبين هم منتسبين الحشد من يقولوا قتلوا شو تسوون إحنا وراكم، فيعني أكو ناسي إن ساندتهم. فما ممكن أن هذول هالأشخاص يعني بسيارة وياهم أعلام أعلام يعني داعش وأسلحة عندهم، كل هاي الأمور على مود يتغاضون بأنه بين الحشد وبين أكو إنه داعش، فيقومون بأعمالهم الإجرامية يذبوها على الدواعش وعلى ناس إنه هم بعيدين عنها. فهاي الله سبحانه وتعالى يخفيهم. اللي قاعد نشوف إنه الأحداث اللي قاعد تصير يعني من ضمنها الأحداث اللي ما ننسى إنه الكاظمي من ضربوا الصواريخ على بيته وعرفوا إنه الميليشيات الحشد واعترفوا هم بنفسهم، فكاظمي ما سوى لهم شيء لأن قوة الحشد أقوى من وزارة الداخلية، أقوى من كل الأمور الجهاد الأمنية اللي عندنا موجودة بالعراق.
خطة الأحزاب وميليشياته هي فارضة سيطرتها عن القانون وعن كل الأمور اللي قاعدة تدير بالبلد. فإذا الحشد تفلش ورجعت الأمور وتغير هذا النظام، ممكن أن يكون العراق له هيبة، يصير له مكانة، قوات الأمنية تتمش زمام الأمور، فيصير العراق له مكانة، نختخلى من هاي القتل، تخلى من التسليم، تخلى من كل الأمور اللي قاعدة تصير عندنا من 2003 لحد الآن. أما ظل إذا ظلوا الحشد على ما يراه أنه يبقى المجازر وتبقى القتل وتبقى التسليم وتبقى كل الأمور السوء اللي ضد المواطن العراقي البريء. وأنا أشكرك وتحياتي لك. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بالنسبة للي اكو فيديو يعني مستفز حقيقة، يعني اللي نزل اخير فترة بخصوص اللي الحشد اللي هم نفسهم شايلين اعلام ورايات لولي الرايات السود الارهاب. نعم. يعني احنا اكثر من مرة قلنا ان هم نفسهم الحشد بالنهار حشد وبالليل يلبسون الزي مال داعش ويقومون بالعمليات الإرهابية، وهذا معترف عليه من خلال المفخخات اللي لزمت بأكثر من مكان بالعراق. هي الحشد يجي يخلوها والميليشيات أو الأحزاب الرئيسية منظمة بدر وحزب الدعوة. فأحنا هذا الموضوع الإرهاب مشكوك بأمره، لأن احنا نعرف أن الإرهاب حسب بيان رئيس الوزراء حيدر العبادي السابق قال احنا قضينا على الإرهاب وانتصر العراق وتم تحرير المحافظات من الإرهاب. إذن هسه هاي المجاميع الموجودة هي التابعة للميليشيات الحشد، بالنهار يلبسون زي الحشد وبالليل هم نفسهم، والدليل هذا وضع ديالة، الملف الأمني مال ديالة يعني مسيطر عليه، موجود جيش وداخلية واتحادية وسوات وأفواج طوارئ، شلون يطبون إلى يعني مركز المحافظة ديالة ويصير تصفيات على عوائل بالكامل؟ وين الأمن؟ وين الأمن الوطني؟ إذا اللي جاي يطبون سلطتهم أعلى من كل الأجهزة الأمنية اللي هي سلطة الحشد. بما يعني ما عندهم غطاء قانوني والبرلمان مصوت لهم إنهم ما حد يقدر يحاسبهم. عندهم غطاء ديني وقانوني، فهي يلهم ان يقتلون المواطن العراقي، فهي ميليشيات كلها نفسها. هذا فيلم ولا وين الأسرة مال داعش؟ وين المعتقلين مال داعش؟ باستثناء الابرياء، يعني وين راحهم بالحويجه؟ وين راحهم بالرمادي؟ وين راحهم بالموصل؟ اختفهم. وين الاليات اللي استحوذهم عليها مال الجيش بالموصل او بدياله او بالانبار؟ اخذهم ثلاث فرق اليات، ثلاث فرق، وينها؟ وين هذول اللي خلي يطلعوهم القادة الداعش؟ خلي يطلعوهم. كل الموجودين 80% هم ابرياء والبقيه ماكو سراب. هم نفسهم ميليشيات بحشد. زين. فاحنا هذا الموضوع فاهمينه، يعني ان احنا نعرف ان الميليشيات هي نفسها وواجباتهم نفس واجبات داعش، ما يفرقون الاهداف اللي عندهم، قتل الضباط، قتل الطيارين، قتل الدكاتره، تفريغ الشارع العراقي من الشهادات العليا، ما يخلون احد لا بجامعه لا غيره. ولا مال الناصريه، الكواتم اللي اشتغلت بالناصرية على الدكاترة وعلى ساتذة أكثر من أستاذ، هاي منو؟ هم داعش أكو بالناصرية؟ لا، أكو ميليشيات الحشد. الحشد هو يصفي أي شخص ينتقدهم. نعم. شكرا لك أخ صباح. طالبوا أبناء محافظة القادسية أن يتم إعلام محافظتهم محافظة منكوبة بسبب استمرار غرقها بمياه الأمطار من أيام، وطالبوا أن يتم محاسبة المقصرين، وأهالي المحافظة طالبوا همنا بتعويض الناس اللي تضررت بسبب غرق بيوتهم أو شوارعهم أو مناطقهم أو تعطل أعمالهم بسبب مياه الأمطار. هذا كله إلى سبب واحد رئيسي، هو انهيار الخدمات بالعراق، مثل ما قالوا أنه أنشأوا صندوق لإعمار المحافظة وتخصصت مبالغ إضافية من الموازنة للمدينة، أو أن يتم تخصيص مبالغ إضافية من الموازنة للمدينة الكون هاي المحافظة منكوبة من كل الجوانب. مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية تعرضت قبل أيام إلى عاصفة مطرية شديدة أدت إلى خروج مؤسسات وأحياء بالكامل عن الخدمة. نشطاء من الديوانية التقطوا صور لمحاصرة محطة الأمطار الرئيسية بالمدينة بمي المطر. يعني تخيلوا أكو محطة رئيسية لتصريف شيء تحاصر من هذا الشيء وتغرق بالكامل. بمشهد يبين لكم حجم الانهيار اللي ما قدرت مؤسسة محطة الأمطار الرئيسية
بمدينة الديوانية أن توقف بوجهه، واللي ما بقت عندنا لا مؤسسة خدمية ولا مستشفى حكومي ولا مدرسة. تعالوا نشوف. هاي محطة الأمطار غرقانة الرئيسية. شترى الجبال. الله يا عرق. شبيه المحطة شبيهة؟ المحطة غرقانة، شو نظمون الشارع؟ هاي المحطة هي اللي تصرف مي المطر المفروض. تخيلوا يعني تخيلوا انتم تسوون محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بس ما تعطيكم كهرباء، وتخيلوا تسوون محطة لإصلاح السيارات العاطلة بس ما تصلح، وتخيلوا تسوون محطة مال قطارات بس ما يطلع منها قطار. بالضبط هي هاي. احنا عندنا محطة أمطار رئيسية بس بالاسم، بس قطعة، لأن المحطة همينة غرقانة. طبعا موجة الأمطار الأخيرة هواية طلعنا فيديوهات من عندها وغرقت هواية أمور، غرقت أحياء وشوارع ومناطق، ناس ركبت بلام وقامت تفتر، وعطلت عمل المؤسسات اللي بسببها أعلنت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي خلال الأسبوع الماضي باستثناء الدوائر الخدمية. مدينة الديوانية مركز القادسية تعاني حالها حال بقية مدن العراق من الفساد اللي استشرى بها وافتقارها إلى البنى التحتية المطورة وفشل شركات تطوير شبكات المجاري. هذا صار وراء الاحتلال الأمريكي الغاشم لبلدنا الحبيب وإتيان من لا يملك رؤية سياسية لحكم البلد. بهالأثناء اتهموا ناشطين من المدينة حكومات الاحتلال اللي تعاقبت من 20 سنة بالفساد وإهمال المحافظة اللي صارت مثال لسرقة أموال العراقيين وتبديد المال العام والفشل بإنجاز المشاريع اللي تبددت أموالها وراحت إلى جيوب الفاسدين. وعدكم مشروع تأهيل الفلكة الحجرية بوسط الديوانية واحد من الأمثلة على الفساد اللي صار بإنجاز المشاريع وراء تلكؤ هذا المشروع وما اكتمل ومن أشهر على هدمه. خلونا نشوف. حالياً بالفلكة الحجرية، هاي الفلكة الحجرية صار لها أشهر على هاي الحطة. يعني يا بلدية الديوانية لو عايفينها على ذيك أشرفنا، ماكو شغل، ماكو بيها البلد. يعني هاي الفلكة تعتبر أحد جماليات الديوانية، تعتبر منطقة راقية، منطقة العروبة. هاي العروبة هنا صار، هاي العروبة هنا تعتبر، يعني هسه حتى شخص من يجي من بغداد يعني يعرف هاي الفلكة الحجرية بالديوانية. وأصلاً فلكة كلش كبيرة، يعني تصميمها كلش حلو، أنا شفت التصميم مالتها، بس ليش ما كاملة؟ ليش ما مشتغلين بيها؟ أنا ما أعرف ليش الأخ الناشط زعلان. هي اسمها الفلكة الحجرية، وفعلياً إذا واحد يباوع عليها هي من القرن الحجري، فهي اسم على مسمى، ناقصها بس كهف ويخلون تمثال مال إنسان يانترذال. قلوا لي الفلكة ايش تحتاج؟ ثيل وشوية ورد، أو يخلون بها نصب مثلاً؟ شو قد تريد فلوس؟ وش قد تريد وقت؟ وفعلياً الفلكة موجودة، واللي داير مداير الفلكة موجود، هم بس يردون يعمرون الوسط مالتها، فلشوا القديم وما بنوا شيء. استشراء الفساد بالديوانية فجر موجة من التظاهرات اللي تناهض حكومة السوداني واللي تطالب بوضع حد للإهمال والنقص الكبير بالخدمات الأساسية. حشود كبيرة من سكان المحافظة طلعت بتظاهرات غاضبة افترت بشوارع المدينة بسبب الفشل الحكومي بتطوير البنى التحتية وإحالة المشاريع المتعلقة بها إلى شركات وهمية وثانية ما عندها الإمكانية على تنفيذ هذه المشاريع. ودعوا الناس أن تتم محاسبة المسؤولين بالمحافظة بسبب إخفاقهم في إهمال الخدمات البنى التحتية. خلونا نشوف جانب من هذه التظاهرات، وراها نستعرض لكم التغريدات اللي كانت على هاشتاغ الديوانية محافظة منكوبة.
بالحياة اكو مسيين انتاجيين بكل وقت وبكل زمان. هم شغلتهم هاي لقى تظاهرة راح يريد يستغل هاي التظاهرة. انتم تعرفون هذا اللي دا يصير افقد المجلس النواب والحكومه والاحزاب شرعيتهم. انتم تعرفون هذا لو يصير بدوله متحضره كل شيء ينقلب بالبلد، لانه اللي قاعد يحكي هو الركيزه الاساسيه اللي انبنى عليها مجلس النواب، اللي يقولون انه احنا جينا بانتخابات وبديمقراطيه، بس انتم تعرفون ديمقراطيتهم. الناس علقت وغردت على هاشتاغ الديوانيه محافظه منكوبه. اول تغريده ابا الحسن علي حسين يقول أنا مواطن من محافظة هاشتاغ الديوانية محافظة منكوبة، ما شفت أي آلية تابعة للبلدية تسوي لها بمشروع بيحظ. عمري 20 سنة، خلال 10 سنين ما شفت أي مشروع بالديوانية، لا إعمار لا بنا تحتية لا كهرباء لا مياه. تخيل أنه محطات تصفية المياه تسحب من الشط مباشر والضخ للمواطن بدون فلترة ولا ترسيب ولا شيء. حبيبي الميكروبات عبارة عن مناعة، هم يمشون على هاي المقولة. زمرد غردت تقول محافظة الديوانية المحافظة الوحيدة اللي ما تشتغل البنى التحتية تحت الصفر، الفقر بها 100%، العشوائيات والتجاوزات المنتشرة بكل مكان، النفايات بكل دربونة، تفتقد لبناء المدارس والمستشفيات والجسور والمدارس الناجحة، بس بالأكل يومية فاتحين مطعم. أما أدهم الهلال يقول مع الأسف الديوانية صارت أسوأ محافظة وغير صالحة للعيش بسبب المحافظ ونوابه والعصابات اللي مسيطرة على المحافظة. وأحمد يقول ربما هي أكثر محافظة مهمشة تعاني من هيمنة طغمة فاسدة متوغلة في ربوعها، الفساد ينخر هذه المحافظة وهذا واضح بشكل جلي من الواقع المزري للمحافظة. لذا نطالب بمحاسبة الفاسدين قبل إعمارها، يجب تلقين الفاسد درس لكي يكون هناك ردع للباقين. وكانت هذه التغريدات كلها على هاشتاغ الديوانية محافظة منكوبة. لكن أنا أريد أسأل المواطن سؤال بالنسبة إلى المحافظين والنواب والمسؤولين اللي موجودين بالمحافظات واللي موجودين بقبة البرلمان وبالسلطة التنفيذية اللي هي مجلس الوزراء، هم مو تابعين إلى أحزاب ومو صعدوا عن طريق محاصصة، فإذا هم من نفس البيت يعني تتوقع أنه أب طلع ابنه، ابنه طلع فاسد ومحاسبه 20 سنة راح يحاسبه هسه؟ لأن هم من نفس المكان. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم مستمر وياكم، بفاصل قصير ابقوا ويانا وارجع. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. عندنا قضية ثانية نحكي بها، هي همنا تهم المواطنين وتهم شريحة كبيرة من العراقيين، هي شريحة الموظفين من أصحاب الدخل الضعيف أو الدخل البسيط.
اللي هو تمرير قانون الخدمة المدنية اللي يتضمن تعديل سلم الرواتب حتى تصير أكو مساواة وعدالة بين كافة فئات المجتمع العراقي. بوقت يأكد بي أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب أهمية أن يكون الحد الأدنى للراتب هو ما يسد حاجة المواطن بسبب الظروف الصعبة وتقلبات السوق. أنا أردحت شوية البرلماني وأقول له بلا زعمة أخويا، بعيداً عن الحاجة الصعبة والارتفاع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الأساسية، من المفترض أن يكون الراتب أن يسد حاجة صاحبه. من المفترض أكو دراسة لوضع الحد الأدنى للرواتب وأكو سلم للرواتب وتصعد هذه الرواتب تصاعدياً، خبرة، زواج، أطفال، خطورة، ندرة، إضافي. أما الراتب الأساسي فهو لازم يكفي، بس ما أعرف أعضاء اللجنة المالية شلون حاسبين الراتب. هو إحنا خلينا نحكي بواقع، هو راتب البرلماني مكفي هو وأهله وعشيرته وقرايبه والجيران والشارع والمنطقة وزايد، بس إحنا نحكي على الرواتب العادية. اللجنة المالية من جديد تقول إنه الاختصاص والصلاحيات مجلس الوزراء وليس البرلمان، يعني تعديل سلم الرواتب ذبوها برقبة السوداني، برقبة محمدنا. وأكو توقعات إنه راح يصير تأجيل إلى السنة الجاية بسبب اصطدام هذا القانون اللي سحبته الحكومة بسبب خلافات سياسية. من المحتمل تأخر تشريعه لأنه أبو الله لا يوفقني ما يقدر يقول لا. بهالأثناء طالبوا عمال بلدية المسيب بمحافظة بابل اللي هم هذول، طالبوا أن يتم زيادة رواتبهم وأن يتم تعديل سلم الرواتب لكونهم من الطبقات الأكثر تضرر نتيجة غلاء المعيشة، نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة اللي راتبهم ما يغطيها. خلونا نشوف. العمال تعبانة مظلومة، يعني رواتب ما جاية تكفي. هذا شهر رمضان كل شيء صعد هسه، بس الناس عفت اللحوم واتجهت الدجاج. الدجاج علق واللحم علق، لان هذا الصايم وين يروح؟ هاي ناس عمال خطيه صيام وجاي تشتغل. انا اجر يومي صار لي 3 سنوات خطيه، كل شيء ماكو، لا محاولين عقد لا شيء، كل شيء ماكو، ضالين. بالنسبه للرواتب زفت زفت هينو. كانت 350 هسه يسلمونك 200 الا 25، يعني احنا مظلومين. أنا من الناس أقعد بالخمسة الصبح للدوام، أقعد أتريق على ما يصلي ركعتين وأطلع للدوام. أنا راتبنا تحقني والله، ما قريب أبد نجيب قطعون راتبني. أنا جيب صوب عليها شيء 12 حل كلها تخاف دق، والله يتعب، ما جايز ما يطلون أبد، ما جايز يسوون حل. والله تعبنا من صبح إلى 7 جي 12 تخاف كله، والله 12 ما يحنون الوحدة مرة المال. تعبنا من جاي مزوج ما عاد ما عاد عايشة. قطع راتبني. 200 إلا 25 يعني 175 يشتغل من 5 الصبح ببلدية. إذا قلنا الورقة ب 150 يعني 115 دولار، إذا حسبناها على 30 يوم يعني يطلع له باليوم 4 دولارات. هاي بيا قانون، قانون إسلامكم السياسي، الموظف اللي يشتغل ويتعب إلى 4 دولارات باليوم. زين إذا عائلة مكونة من 4 نفرات يعطيهم كل واحد دولار، يعني 15,000 شي يجيب لهم بيها صمون، طماطة، بوتيتا، شو يوكلهم؟ نطلع من المسيب ونروح إلى ما أقال المركز العراقي الاقتصادي، أنه ماكو سلم جديد للرواتب بموازنة 2023. بارك الله بكم يا البرلمانيين. وقالوا أنه كل ما أشيع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ماكو غير التصريحات الإعلامية بس، أي شيء على أرض الواقع ماكو. المركز قال أنه النسخ اللي تسربت إلى مواقع التواصل هي مو قانون، هي مقترحات لقانون وما انكتب من الحكومة
وما تصدر بها قرار نهائيا وما احتوى لا مقترح ولا قراءة بالبرلمان برفع رواتب الدرجات الدنيا، واللي يحتاج إلى مبالغ إضافية كبيرة تسهم بزيادة نسبة العجز بالموازنة، واللي قدروها بأكثر من 63 تريليون دينار وفق الحكومة، اللي يعني استحالة تطبيقها هاي السنة. وأنه هاي الشرائح المتضررة من سلم الرواتب الدنيا واللي تتباوع وتتأمل أن يمرر القانون أو السلم الجديد للرواتب، بعدها تواصل حراكها حتى يتم الضغط على الحكومة ويعتمدون السلم المقترح. ومن بين هاي الشرائح المعلمين اللي ظهروا أكثر من مرة قدام نقابتهم بغداد حتى يضغطون على الحكومة ويجبروها على تعديل سلم الرواتب وراء غلاء المعيشة وانخفاض قيمة الدينار وتأثيره على حياة المواطن خصوصا الموظف. خلونا نشوف بيان المعلمين. وقفنا اليوم أمام المقر العام لنقابة المعلمين، وسوف نعتبر هذا اليوم الإنذار الثاني للنقابة، وبعد التداول مع الأساتذة الشجعان تقرر إعطائهم المهلة الأخيرة. ندعو النقابة لإعلان الإضراب العام لحين تحقيق المطالب، وأولها سلم الرواتب الموحد وباقي حقوق الشريحة المظلومة من المعلمين والمدرسين. وعلى أثرها نمهل النقابة 72 ساعة لإعلان الإضراب. هذا بيان المعلمين ببغداد. وأكو شرائح كبيرة من الموظفين بالعراق همين تتأمل أن يقر قانون سلم أو يقر تعديل قانون سلم الرواتب، خصوصا اللي لقوا فارق كبير بالرواتب بين اللي يشتغلون في أماكن معينة أو بين الموظف العادي. وهاي الأمور اللي من المفترض أن يتم تعديلها نهائيا، ومن ضمنها موظفي وزارة الصحة اللي استمروا بحراكهم للضغط على الحكومة وتمرير تعديل سلم الرواتب. وذولا راح نقرأ لكم موظفين الصحة ورا ما نقرأ التعليقات على هاشتاغ سلم الرواتب مطلبنا. هذه الطبقة وهذه الشرائح المظلومة من موظفي العراق التي تصل 4 مليون وأكثر من الموظفين المظلومين الذين يعانون المرارين، مرارة نقص الراتب والعيش الكريم. أخواني، كما تعرفون تم التنسيق العالي المستوى ما بين المحافظات كافة من الموصل إلى الفاو على مظاهرة عارمة بموعد واحد وبشعار واحد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب. أخواني، نحن لا نريد أن نشغلكم بالتفاصيل الدقيقة اللي هي تخص سلم الرواتب وما سلم الرواتب والإضافات والاستقطاعات. أخواني، الكل يعرف اليوم أبناء البصرة المعطاء، البصرة اللي تعطي 85 أو 90% للعراق نفط وغاز وموانئ ومنافذ وخيرات البصرة والسلة الغذائية للعراق بالكامل، اليوم أبنائها يتخابون راتب اسمي 170 ألف دينار. يعني أنا تعينت حتى أخدم نفسي وأكون نفسي وأحط لي عائلة وبيت وأخدم أمه وأبوي اللي تعبوا علي، وإذا بالتالي أنا تعينت راتبي 170 ألف أدين فوقه 75 ألف للإجرة. إن ما كل يوم لو تروح بثلاث أرباع وترجع بثلاث أرباع 250 ألف 225 ألف في الشهر، هاي كراوي. هاي حسب لكم يا حساب عرب. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تغريدة على سلم الرواتب مطلبنا محمد تقي يقول: لا تراجعوا حتى إقرار السلم وإنصاف الشرائح المظلومة، وخاصة اليوم نحن نعمل في المستشفيات ومع الأمراض والرواتب لا تسد المعيشة. يعني لازم تعمل عمل ثاني والصبح عايش ويا الموت بالمستشفى والدوام يخلص بثلاثة. شنو هاي العيشة يا حكومة؟ تدرون بالشعب لو لا يدرون. سجاد يقول: لتحقيق الإنصاف والعدالة بين جميع أفراد الدولة من الموظفين يجب أن يكون هنالك قانون يضمن هذا الحق. سلم الرواتب مطلب لا حياد عنه. شهد تقول: كل شيء يصعد سعره، الأكل، الملابس، السيارات، العقارات، إلا الموظف راتبه ثابت من 2003 إلى والله حقك يا شهد.
محمد حسن يقول بظل هذا الارتفاع بالأسعار والغلاء المعيشي نطالب بتعديل جدول سلم الرواتب لأن أصبح دخل الموظف لا يكفي لآخر الشهر. وهاي التغريدات كلها على هاشتاغ سلم الرواتب مطلبنا. وعندنا اتصال من هولندا. محمد حياك الله يا محمد. أبو محمد من هولندا حياك الله. السلام عليكم أخي العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز أنا سمعت مسألة الراتب ومسألة هذا. طبعا الفلوس اللي مخصص الآن فقط للسارقين وليس للموظفين ولا لأشخاص آخرين. نعم. هم ما يهمهم الشعب. الشعب والموظف إذا يأخذ ما يأخذ راتب هذا ما يهمهم. هم المهم يأخذ جيوبهم لجيوبهم، ومن المهم الفلوس اللي يجي للعراق يدزوها إلى إيران ويعيشون إيران. ما يفكرون أنه صار فيضانات ببغداد أو بالناصرية أو بأي مكان. ما يهمهم هاي. هاي يعني الحكومة الآن حكومة سارقة. سبق وين تحدثتم بها أنتم؟ حتى شراء الوظائف أصبح بفلوس، يعني مو لا يمي ولا يمك ولا يم أحد. هاي شغلة معلومة. اللي يصير مدير عام لازم 30 مليون دولار، واللي يصير وزير ما أدري كم، يعني كله بيع وشراء. فالفلوس إلهم مو للشعب. ما يهمهم الشعب يموت أو ما يموت أو يجوع. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو محمد. وعدنا هم ابو محمد بس من النجف. حياك الله يا ابو محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم حبيبي. احنا من الشرايح المظلومه بهاي الوطن العربي الطيب. نعم. احنا يحسبونا الراتب. احنا الناس الكبار يعني تقعد قاعدين، يعني ما عندنا لا شغل ولا عمل، منتظرين هذا الراتب. الراتب يطي 173. احنا نفرين، طلع منها الكهرباء، طلع من عندها المي، طلع منها الأدوية، يعني يطوناهن الصبح العصر ما هن، وحاسبين علينا. احنا راح نزودكم ونطي الراتب الرعاية ونخلي الناس مرتاحة. وينها مرتاحة؟ والله قابل احنا رواتب برنامان 150 دينار تكفي، ما تقول لا تطيها لابنك يتكفي. ما تخافون الله، ما ترحمونا، حتى رحمة ما عندها هاي الحكومة. الله دزها علينا الغضب، ما بيها كلها فائدة. يعني شنو يطي 173 نفرين؟ شو يسوي هذا؟ لا شغل ولا عمل ولا يقدر يشتغل مقعد. شلون تطيني؟ يعني تطيها لابنك؟ ابنك يكفي لها المية؟ انت والله ما ادري شو. ليش احنا مو حقوق العراقيين النفوط الى حق كل مواطن الى 500,000 حق النفوط؟ وينها؟ لا. بس انتم تلقون بيها وتبوقون البوق هذا ما شو بعوض من الناس هاي الفقراء اللي كاتلها الجوع. والله يا عمي ما ادري شو واحد شو يسوي وشو يحكي. المن يحكي؟ المن يشتكي؟ بس عز الله يشتكي يا ابو. نعم نعم. واشكرك. شكرا شكرا لك ابو محمد. اكدت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه انه بالعراق اكو من 800,000 الى 1,000,000 عامل اجنبي، وما مسجل منهم بدائرة الضمان الاجتماعي تقريبا بس 160,000، والبقية كلهم قشر. محافظة البصرة أكو بها تزايد ملحوظ بأعداد العمالة الأجنبية الوافدة من الخارج، واللي أغلبهم ما عندهم سند قانوني، على الرغم أنه الحكومة أعلنت هي وأجهزتها الأمنية أنه ألقت القبض على عصابة مختصة بتهريب العمالة الأجنبية إلى حقول النفط بالمدينة الغنية بالموارد النفطية. وبعدها البصرة تشهد وصول وجبات جديدة من العمال الأجانب بالوقت اللي تشكو به المحافظة ارتفاع نسب البطالة بين شبابها، خصوصا الخريجين. واللي يريد يعرف احنا على شنو دا نحكي اسمعوا هذا. الى شرفاء البصرة، الى شيوخ وعشائر البصرة، الى شباب البصرة، الى الناس اللي يدعون ويقولون ماكو عمالة أجنبية، نتمنى يجون يحضرون للرمالة ويشوفون الاجانب ايش قد جاي يتعاقدون وياهم كل شهر، يعني شهريا جاي تجي شركات. والبعض يقول موازنه ماكو عقود ماكو. عم الشباب ما طالبه تعيين رسمي ولا تعيين ثابت، طالبين عقود عمال تحت الاجانب. انتم كنواب نزلوا للشارع وشوفوا شنو العاطلين على العمل ايش قد بالبصره. اليوم الحقول النفطيه الكل تعارك على الانبوب النفط. بوقت سابق وزير العمل
والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي فرض، واللي رشحتها ميليشيا الحشد إلى تولي هذا المنصب، نسبة 50% من الأعمال المحلية على الشركات الأجنبية العاملة بالعراق، رغم أن هذا القانون يجبر الشركات الأجنبية أن تشغل العراقيين بالنسبة الأكبر من القوة العاملة. طبعا هذا الشيء ما يتم تطبيقه، وأكو صور حديثة تم تداولها هي وصول وجبات جديدة من العمالة الأجنبية إلى المواقع النفطية. خلونا نشوف. يمكن بس أنا وهذا أبو الأمنية عراق. شوف 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 شوف. وبعد هذا الفيديو عندنا مقطع آخر، رغم ما أعلنته وزارة الداخلية أنه بعدها ترحل عمال أجانب من جنسيات متعددة أبرزها آسيوية بسبب مخالفتهم قوانين الإقامة والعمل، كشفت بأكثر من مناسبة عن ارتكاب البعض من هؤلاء جرائم جنائية همينة. وقيادة قوات الحدود الحالية أعلنت تفكيك شبكة لنقل العمالة الأجنبية للعراق بصورة غير شرعية، وذكرت أنه قوة من آمرية حدود السواحل بقيادة حدود المنطقة الرابعة بالبصرة تمكنت من تفكيك شبكة لنقل المتسللين إلى الأراضي العراقية بطرق غير شرعية من خلال إحكام قبضتها على 3 متهمين أجانب وعراقي. على الرغم من هالبيانات الحكومية حول إلقاء القبض على العمالة الوافدة، لكن البصرة بعد بيها مواقع نفطية دا تبين بها توافد هؤلاء العمال وبشكل كبير. الهندية وفهم كلهم هنود دول هنود وبنغالي معلوم وفا المنشآت الجر هاي 5000 هندي هجوا هجوا هذول كانوا على قولتهم موجودين يوف كلهم هنود دول هنود بنغالي نود بنغاليين هاي تارسين المصفى هذا المصفى الجديد شباب العراق كلها قاعدة لا شغل ولا عمل على المشاة الجر 5000 واحد. الناس علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك ماهر السعيد يقول: عمي أنتم لحد هسه ما عرفتوا هاي الحكومة جابتها أمريكا وإسرائيل وإيران إلى متى؟ هذا الحكي ستكون أحسن، ماكو فايدة، حلم العملاء هذا هو، لو شعب كله يثور عليهم ماكو حل. صدام الجوران يقول: النفط مو للشعب والعمل أيضا، فما لكم حصة بالنفط ولا لكم الحق باستخراجه، هو غير البلد كله مبيوع وحصص وموزع على أحزاب والدول. محمد الحسناوي يقول: وين محافظ البصرة ما يشوف؟ لو ما يدري وين التقليص بالموضوع، يعني شباب البصرة بدون شغل والأجانب تشتغل وتاكل بنعمتك وإحنا علينا بس المخلفات والأمراض، حسبي الله ونعم الوكيل. وجعفر الجعفر يقول: مع الأسف يومية وفد من الهنود بالمصفى وشباب البصرة عاطلين عن العمل. الجيش الإلكترونية مصطلح يطلق على مجموعات يتم تدريبها بوفق أجندات خاصة تهدف إلى التأثير على الخصوم أو الترويج إلى وجهة نظر معينة أو إسكات وتشويه سمعة المناوئين لهم، إلى جانب ترويج الإشاعات والأكاذيب وخلق البلابل والقلاقل على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات وأسماء وهمية تدار عن طريق روبوتات أو بوتات. هاي تستفيد منها الميليشيات والأحزاب بالعراق من الجيوش الإلكترونية أو اللي يسميها البعض الذباب الإلكتروني، حتى يسوون دعاية وتسويق وتوجيه الانتقادات وشن حملات الترهيب ولجم المعارضين لهم. ولهالسبب قسم التواصل الاجتماعي عدلنا هذا الانفوغرافيك. We'll be right back.
احد الاصدقاء القريبين من جهه سياسيه العمل لصالح هذه الجهه، مره بالدعايه الانتخابيه، مره حتى سقط الخصوم السياسيين مقابل راتب شهري. طبعا عندي اصدقاء بداوا بالعمل لصالح الجهات السياسيه منذ سنه 2014، تحصلوا على تعيينات حكوميه مقابل العمل كجيوش الكترونيه لهذه الجهه. تشويه صورة المجتمع مو بس بالجيوش الإلكتروني، لا القنوات الفضائية همينة إلها يد بهذا الأمر، حتى خصوصا الممولة إيرانيا ومن ضمنها قناة الأنوار اللي طالبوا الناشطين بهاشتاج مع إغلاق قناة الأنوار الهابطة بسبب بثها برامج وأسئلة أخذت الكيل بمكيالين ضد ثوار تشرين وأخذت ما أخذت منهم. ونغم غردت على هذا الهاشتاج وتقول حكومة الإطار وقانون المحتوى الهابط، حلال تنتقد ثوار تشرين وتصفهم بأبشع الأوصاف، حرام تنتقد الطبقة السياسية الفاسدة اللي نهبوا البلد، يريدوها صغار صغار يريدوها كبار كبار. رند الصفار: تشرين حرة، أبناء تشرين هم أولاد الوطن الشرفاء، مع إغلاق قناة الأنوار الهابطة سحقا لمن يتكلم عنكم بالسوء وهو ليس بمقام أصغر شهيد منكم. أحمد علواني: هذه القناة طائفية بامتياز وتسيء لجميع أبناء البلد، وهي قناة تدار من إيران وتتدخل بالشأن العراقي، لها أجندات سياسية تهدف إلى إثارة النعرات الطائفية بالمجتمع بحجة المذهب، لذلك جميع العراقيين اليوم متضامنين مع قرار إغلاقها، لا مكان لأصحاب الفتن بيننا. علاء: ليش الاستغراب من قناة تابعة لنفس المجموعة اللي قتلت شباب تشرين؟ لهذا لا داعي للاستغراب أبدا، ولكن هل هذا يجعلنا نتوقف أبدا؟ بل يزيد إصرارنا في المحاولة مرارا وتكرارا لحد ما نحقق المراد منا، وهو الحياة الكريمة للشعب العراقي ومحاسبة الفاسدين والقتلة. هاشتاج مع إغلاق قناة الأنوار الهابطة. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما هو موجود اليوم في حلقة برنامج صوتكم لهذا المساء. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله باكر بنفس الموعد، انتظرونا. في أمان الله.